كما تابعتم اليوم منذ الصباح الساعة 7 صباحا قدم المواطنون السوريون المقيمون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مختلف المحافظات إلى مقر السفارة في طهران للتعبير عن إرادتهم في الإدلاء بصوتهم الانتخابي عبر صناديق الاقتراع بكل حرية وبكل شفافية وبكل ديمقراطية. وأنتم تتابعون هذه المشاركة وهذا الحضور على الرغم من أن الجالية السورية في طهران وفي معظم إيران ليست كبيرة من حيث الكم، ولكن من حيث الحضور والحماس والقوة والانتماء هي حاضرة اليوم لتعبر عن صوت السوريين في تحديد خياراتهم وأولوياتهم الوطنية في هذه المرحلة عبر اختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين قدموا برامجهم الانتخابية وأيضا حملاتهم الانتخابية عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج. وأيضا لدينا أكثر من 60 وسيلة إعلامية من محطات تلفزة ووكالات أنباء داخلية وخارجية بما فيها وسائل إعلام غربية تواكب وتتابع عملية الانتخاب من قبل المواطنين السوريين في السفارة السورية في طهران. إضافة إلى ذلك فإن قطاع الطلبة هو الكتلة الرئيسية من المواطنين المقيمين في الجمهورية الإسلامية الذين يدرسون في مختلف المحافظات، وهم شاركوا في هذه الانتخابات وتمت هذه الانتخابات حتى تاريخه دون أي شائبة أو ملاحظة، وقد وفرت الحكومة الإيرانية كل مستلزمات نجاح هذه العملية الانتخابية التي تشكل اليوم الأساس لمرحلة جديدة وملامح تحول استراتيجي على مستوى سوريا والمنطقة بأسرها. واليوم عندما يصوت السوريون ويقولون صوتهم في هذه الانتخابات هذا يعني تأكيد وتثبيت للنجاحات السياسية والميدانية والشعبية التي تحققت في سوريا، وأيضا التأكيد على ثمرة التضحيات التي قدمها الشعب السوري وشهداء سوريا الذين قدموا دماءهم من أجل الدفاع عن سيادة سوريا واستقلالها. ولا شك عندما نتابع مواقف بعض الدول الغربية والإقليمية التي رفضت إقامة هذه الانتخابات في سفاراتنا لديها، هذا يعني أن هذه الدول لا تريد ولم ترد يوما أن تسمع صوت الشعب السوري، ولم تكن يوما حريصة على إرادة السوريين وعلى حرية السوريين، لأن هذه الدول هي التي تدعم الإرهاب في سوريا، والشعب السوري هو الذي يواجه هذا الإرهاب التكفيري ويدرك وعلى وعي كامل بمخطط هذه الدول وما تحيكه من استهداف لسوريا ولدورها ولمواقفها. إضافة إلى ذلك نقول أن التصويت اليوم في طهران وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تأكيد على الارتباط الوثيق بمنظومة المقاومة في المنطقة والحفاظ على القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية للشعب السوري. وهذا اليوم بالنسبة لنا نعتبره أنه مخاض ليس فقط على مستوى سوريا أو تمهيد لمخاض ليس على مستوى سوريا وإنما على مستوى المنطقة بأسرها. والقاعدة الرئيسية لهذا المخاض هي إرادة الشعب السوري وهي الخيارات الوطنية للشعب السوري في إعادة أمنه واستقراره والتأكيد على رفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. واسمح لي ونحن في مقر السفارة بطهران أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وحكومة وعلى رأسها السيد القائد الخامنئي حفظه الله والرئيس روحاني وكل المؤسسات الإيرانية التي كانت حريصة في مواقفها على احترام حق الشعب السوري في التعبير عن إرادته وحقه في الانتخاب بعيدا عن أي تدخل خارجي والحفاظ على سيادته ووحدته. واسمح لي أن أرحب أيضا بسعادة السفير العزيز صلاح الزواوي سفير فلسطين وهو عميد السلك الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومجرد حضور سعادة السفير إلى مقر السفارة وتواجده معنا هو دليل وتأكيد على الارتباط الوثيق
بين هذه المناسبة وبين هذا الانتخاب والقضية الفلسطينية ودور سوريا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن قضية فلسطين على الدوام.